بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لجلسة الغد سنبدأ بجدول الأعمال، الأمور الدورية مثل تصديق المضبطة ومن ثم الرسائل الواردة وبعدها الأسئلة ومن ثم ندخل بند الاستجوابات وما هو موجود في اللائحة. جرت العادة أن يقدم بند الاستجوابات على الأسئلة وفي بعض الأحيان على الرسائل الواردة، لكن هذا سيكون قرار المجلس. توقعاتي أن يعني تنتهي الثلاث استجوابات فجر إذا مو صباح يوم الأربعاء. أيا كان الوقت المتبقي سأكون موجود إن شاء الله الأربعاء الساعة 9. إذا لم يكمل النصاب أرفعها نص الساعة إلى الساعة 9:30، وبعدها إذا ما كمل النصاب ترفع الجلسة، لكن إذا كمل النصاب سنناقش ما هو موجود على جدول الأعمال. الاستجواب الأول إذا استنفذت المدد اللائحية أتوقع مدتها من 10 ساعات ل 11 ساعة، لأن 3 ساعات للمستجوبين ثم الرد 3 ساعات أخرى، ساعة بساعة هذه 8 ساعات، ساعة للمؤيدين والمعارضين هذه 9 ساعات. راح نمر على صلاة الظهر والعصر والمغرب ويمكن العشاء، فهذه يعني تضع فوقها ساعة. بعد ذلك استجواب رئيس الوزراء، لكن لأن المستجوب وحيد المدد تقل، يصبح 1:30 بـ1:30 ومن ثم نص ساعة بنص ساعة ونص ساعة أو ساعة على حسب عدد المؤيدين والمعارضين. فأتوقع هذا بيكون يعني بعد منتصف الليل، ومن ثم ندخل في الاستجواب الثالث اللي أتوقع يعني يستمر إلى الفجر أو إلى الصبح. بلغنا الأمانة العامة يديرون بالهم عليكم إن شاء الله، يعني حتى ريوكم يوم الأربعاء موجود، ونخلص إن شاء الله من الاستجوابات وتستمر الحياة ماشية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.